منو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ الحمد لله. انا يجي من طرف راشد. راشد سوى حق انت تليفون حد سؤال. هو دق التليفون. اي انا براحتي يجي. ايوه انا فطيم انا حد. شنو في بيسوي راشد؟ شنو حاجز؟ اي هو دق التليفون مدام هو دفعت فلوس له حق انتي عشان اسوي شوكولات مانيكير بيديكير وتستشوار وتبيات مال شعر كله. ومساجات وحمامة قريبية عشان فرق جسم مشيت له أبيض. من فرق في واحدة يجي فيه عندنا فيه هي ترو سويها لها قد ايه حمام داخل سوي بخار وكذي. لا 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 عيب عيب. وحدة تدش معاي حمام تفرق انا جسمي ما ارضى. شنو وحدة تدش؟ عيب. يلا يلا انا هذا ما يبي ما يبي. يلا فرق جسم ماكو ماكو. لا ما يبي مدام. عشان ما يصير عشان راشد دفعت فلوس عليها جنتي. ما يصير عشان رد عليه فلوس ودفعت 60 دينار عليها جنتي. وي 60 دينار؟ إيه حسبي الله على ابليسك يا راشد. ما بي شيء. شنو 60 دينار؟ ليش؟ ليش 60 دينار؟ حرام هذا فسق. ليش يا راشد؟ ليش؟ انا هذا بذبحه هالولد. ليش 60 دينار؟ ما بي 60 دينار. ماكو 60 دينار. انا ما يسوي هذا فلوس يرجع حق انا. ما يبي يسوي شيء. مو شكل مو واحد مدام في 5 6. شنو تبين انت؟ شوفي انت تبين تسوي. انا بس بس هذا شنو؟ هذا بديكير مناقب هالي رجل سوي نظيف وكله. انا ما يبي يسوي شيء. انا خلاص هولت. سوي لي بس هذا. هذا كم؟ هذا 10 دينار مدام. بس سوي لي هذا. اخذي 10 دينار اعطيني 50 دينار. يلا مدام ما اقدر ارد فلوس مره ثانيه عشان دفعت مره ثانيه. مالي شغل تردين ما تردين فلوس. اعطيني ال 50 دينار ترى ادق على الشرطه الحين اقول لهم انتم بايقين مني 50 دينار. لا 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 مدام بليز لا. انا ادفع فلوس مال عندي. يلا سوي هذا ما شاء الله مدام. هذا ايش حطوا لي؟ هذا فوار مو ماي يفور. وكاشخة علي فراشو بصالونها. تعالي شوفي هالصالون. ها فراشة أقول وينك؟ أنت بالبيت أدق عليك ما تردين. أنا مو فاضية. يلا روحي تعالي بالليل. نعم؟ شنو يعني تعالي بالليل؟ أنت مو قلتي لي تعالي الساعة 10 الصبح؟ إيش تو؟ مو فاضية. أنت إيش تبين؟ يلا 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 روحي روحي تعالي بالليل مثل ما قلت لك. يلا مو فاضية لك الحين. يلا تعالي تعالي. ترى أنت ما عندك ما عند يدتي. تدري؟ والله انك مو كف ونعمه. وانا اللي جايه متنقصت لك اغراض وقايله بفرح رفيجتي. والله انك مو كفو. لو قاعده بصالوني وجابله زبايني والله احسن لي. يلا يلا يلا. وي سكرت بويهي. يلا ربحي. والله العظيم خبتنا بصالونك. صالونك تعالي شوفي هالصالون ما اقول الا سليمه. والله تعالي شوفي شوفي الورد شوفي الاصباغ. هذا شنو؟ هذا شاي مدام. هذا حقي حي؟ اي ما شو اقول فراشه ما اقول له مالك. تعال شوف الشغل السن شغل. لا ماسك علي سوفاج سوفاج. سوي زين. ها خلنا اشوف هالراشد ايش جايب لي. الله والله كنا خامتها حلوه. طيب الحين يوقف قلبي مشان طلع سعرها بعشرة ولا 15. وين الفاتورة؟ وين هذا كاه؟ حسبي الله عليك يا راشد. حسبي الله على ابليسك. 33 دينار ونص. ليش؟ ليش اللي ما تخاف الله؟ والله الولد فسقان ما يخاف الله. دافع بيوم واحد 93 دينار. ليش؟ ليش ما اللي ما يخ... ونص بعد فوقهم. لا 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 عساني ما لبسته. عساني ما لبسته. هذا راح أرده ماني لابسته. أرده أخذ فلوسه. وجهزوا لي 50 دينار لا أنساها. ها 33 شنو بعد هذه؟ يعني شو مسوي أنت؟
سويتي داخل انت؟ صار لي ساعتين ما سويتي شيء. ساعتين؟ ساعتين هذه سوى فيها ديني وريولي وشربت قهوه وماي ببلاش حبيبي. اعنب ودارك يا الظالم يلي ما تخاف الله. احد يدفع 60 دينار عشان يسبحوني ليش؟ ما عندي حمام بالبيت، ما عندي ماي، ما عندي صابون، تدري انا فيني حساسيه من الماي ما احب، بعدين ايش قالوا لك؟ انا يا اهل زي ما تدخل وحده وياي الحمام تفركني ليش؟ ليش؟ عيب، ما تستيك تستحي على وجهك اجل في الحياه تبين تسبحيني، بعدين ايش حق جايب لي هذا؟ مو حرام؟ هذا مو فسق؟ 30 دينار لفنوف جديد انا برده واخذ فلوسه. بس طيب ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ هذا ملكي ملكي لازم يدشون يخدمونك الله يهداك. لا 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 عيب 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 شنو تدش عندي حمام يلا يلا يلا, يلا خلينا نروح. طيب الفلوس تي وتروح يبا الفلوس عشان نعيش فيها مو عشان خش الله يهداك يعني انا اختنق ليش؟ حرام هذا فسق يلا. اي فسق فسق اللي قاعد تسوينه بخلي الدرايش مبطله. زين كسرتوا هالباب. ها؟ ايش حكي ما تطلي ساعة؟ ايش تبين؟ ايش فيك؟ ليش ادقدق عليك ما تردين؟ وين رايحة اليوم؟ اعترفي شو مسوية؟ أنا الحين مو دقيتي وقلت لك مشغولة، ايش حقة تزعجيني وتدقدقين علي؟ شرها مو عليك، الشرها علي أنا اللي قاعدة أفتر بالديرة فرارة بس عشان أدور لك مؤجرين حق شقتك، هذا يزاي؟ ما يبتي لي واحد فيه خير، كلهم ما فيهم خير. لا حبيبتي هالمرة غير غير، جايبت لك واحدة عندها راتب وعندها فلوس. ايه يلا وينها؟ ما شفتها؟ راح تدفع راح تدفع انا قلت لك. لا وبعد ترى عمرها 35 سنه البنت، يعني بنت عاقل فاهم، لا تخافين منها كلش. والله عاجل مو عاجل، ان شاء الله عمرها لا يصك المليون الامية، اهم شيء تدفع اجاري هذا انا قلت لك. راح تدفع حبيبتي راح تدفع بس بشرط ها لي نسبه من اول اجار تعطيك اياه. مصيبه صابتك هذا وانت عندك صالون تطلعين فلوس هالكثر على قلبك، حاسد الفقير على موت الجمعه. وي اعوذ بالله من عينك، حاطه عينك على فلوسي وعلى صالوني؟ تعالي اقول لك وانا جايه كني شفت ناس يدد سكنوا بجمالك. ايه هذا يراني يدد عشان ما يطلعون مزعجين يزعجوني قطيعه. انا ما ادري سالفه هالبيت، ما حد يعمر فيه الكل ينحاش منه. لا لا انا اعرف السبب حبيبتي عارفته منك من ريحه بيتك الخايسه فطيم. هاو اي اي ليه متى؟ ليه متى عايشه بهالكراكيب؟ ليه متى؟ ليش ما تطفين بيتك؟ يحوش الجراب، تجمعين فيران، ايش فيك انت؟ والله انا متعوده على اليرب وعلى الميكروبات والجراثيم ومتعوده عليها وكل شيء، ما حاشني لا مرض ولا حاشني شيء، ما شغل. انا اقعد ثلاث دقائق بيتك تحوشني حكه. قومي روحي فارجي عني فارجي عني يلا. ايه خلاص بجيب لك اياها زين شوفي بنت الناس. يلا انطرك. يلا.